الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1,300,000,000,000 دولار. وذكرت مصادر مطلعة أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد، وابتداء من الأحد ولغاية الخميس 1,341,940,908,000 دولار بمعدل يومي بلغ 268,381,756 دولارا، منخفضا بمقدار 1.11% عن الأسبوع الذي سبقه. وأشارت المصادر إلى أن معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية. قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء إن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يخص السنة المالية 2022 حصرياً، وبانتهاء هذه السنة سينتهي نفاذ القانون تماماً. وأضاف صالح أن الحالة الثانية التي ينتهي بها القانون هي صدور قانون الموازنة لعام 2022 في هذه الأشهر، وينتهي مفعول هذا القانون ويصبح جزءاً لا يتجزأ من قانون الموازنة العامة، وهذا الأمر متوقف على وضع البرلمان وقدرته على التشريعات. ولفت إلى أن تكرار هذا القانون لسنة أخرى يعتمد على وجود سلطة تشريعية وقدرتها على إعادة تمرير القوانين وتشكيل حكومة، مستبعدا تكرار القانون بعد انتهاء نفاذه. أعلنت هيئة الجمارك العامة ضبط 11 شاحنة مخالفة عند مداخل محافظة نينوى شمالي العراق. وذكرت الهيئة أن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط 11 شاحنة محملة بألواح خشب ومواد احتياطية للسيارات وإضافات علفية وفحم خشبي وخزان تجاري وفرن بخاري وتبريد مركزي ومواد متنوعة أخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية. وأضافت هيئة الجمارك أن عملية الضبط تمت بإسناد من شرطة الجمارك، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. أعلنت الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة أن صادرات طهران إلى العراق بلغت أكثر من 2,000,000,000 دولار في الثلث الأول من السنة الحالية. وقالت مصادر صحفية إن الصادرات الإيرانية بلغت في الأشهر الأربعة المذكورة نحو 7,000,000 طن وبقيمة 2,300,000,000 دولار، في الوقت الذي تسيطر البضائع الإيرانية على السوق العراقية، حيث تسجل الصادرات الإيرانية إلى العراق أرقاماً قياسية منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى الآن. تتجه الحكومة اليمنية لتنفيذ حزمة جديدة من الإصلاحات التي تجريها في القطاع المالي والمصرفي وتفعيل الإجراءات التي تنفذها للتعامل مع المعضلة المزمنة التي يواجهها اليمن بالاضطراب المستمر للعملة المحلية وانفلات سوق الصرف. تأتي هذه المعضلة في طليعة العقبات التي تعرقل حصول اليمن على ما تحتاجه من تمويلات ودعم ومنح وقروض، ومنها الوديعة التي أعلنتها السعودية والإمارات في نيسان الماضي المقدرة بنحو 3 مليارات دولار، وتوفير احتياطي من النقد الأجنبي لتغطية احتياجات سوق الصرف وتغطية تكاليف الاستيراد التي أصبحت عبئا كبيرا يواجه اليمن. إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.